الكيوتي ما تقول لي انت وين؟ تلفونك عايز وهو يرن، ليش ما تشيرينه؟ ادري الساعه 3 الا ربع، ايش فيك؟ ايش اسوي بعد متملل ملاقي حد يسولف معه؟ زين صحصحي شوي وسمعيني، ابيك باكر وانت رايح الجامعه تمرين علي البيت. ها اي تمرين علي البيت هني، ايش فيك؟ يلا عاد علاج فاضي خلصيني بتين ولا ماشي. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. صدق الله العظيم. صبرني يا رب، عيني تعرف الضعف يا رب، اللهم إني لا أسألك رد القضاء أسألك اللطف فيه يا رب العالمين. الله أنت موجود واجد هلو ماما بيت، أول مو هلو. الله يقطع سوالفك يا لجمي، الحين أنا لما رحت البيت كله صار مو حلو؟ مو حلو والله، طول راح برا ما فيها أتكلم. هي حبيبتي معلوم يعني تبين قماشة تقعد تجابلك وتسولف وياك أملك والله. لا على طول راح برا. هي حبيبتي ليش؟ هي من متى قعدت في البيت ولا سألت؟ انزين تعالي قولي لي، هذا شلونه ولد؟ شخباره؟ ولد جينا من الله. الحمد لله. انزين لجمي روحي ذهبي لمعين حق العشاء. اوكي مدام. يلا. يا حليلك لجمي، تقولي انت من سافرتي البيت مو حلو. حليلك. بعدين يا يمعة متى بنلقى حل مشكلتنا؟ ما أدري، الله وحده العالم. أنت ريال تصرف. شو هتصرف يا رزان بعد؟ شو هتصرف؟ تقدمت لك وهلش طردوني، وفوق ما هم طردوني هددوني، إيش بيدي أسوي بعد؟ هم مو عجبتهم وظيفتك. يا شو أسوي؟ قولي لي شو أسوي؟ أطق باب باب وطر؟ ولا أبيع مخدرات عشان يصير عندي فلوس وايد؟ أنت معك شهادة يا يمعة، قدم بأي وزارة. رزان أنت ما تقولي كذي تيصير فيني؟ أحترق. كني توني متعرف عليك، ما كنا من زمان تعرفيني، من أول ما شفتك شفتيني وأنا قاعد أدور وظيفة ومو لاقي. يعني إيش تبيني أسوي؟ أحط إيدي على خدي وبطل حلجي أنطر أحد يعطيني؟ قاعد أشتغل أبيع لي هالبنك هذا أدخل لي كم بيزة. ليش ما أنت راضي تاخذ مني المبلغ وتفتح لك محل ها؟ ليش حبيبي؟ ليش مو راضي؟ رزان الله يخليك، هالموضوع لا تناقشيني فيه كلش. عيل انا تعبت، شو الحل؟ ما ادري. قومي خلينا نمشي. قومي. لمتى بنمشي؟ صرنا نتعثر من كثر ما مشينا.